مولاتي. دونك غنعطي دابا واحد الكاطو هو شويه فيه الخدمه كاطو رويال بالشوكولا هو فيه شويه الخدمه ولكن السيده يعني اللي بغات ديرو في لانيفيرسير ديال وليداتها ولا راجلها ولا يعني دونك كيجي يعني فيه مراحل كثيره فيه مراحل ولكن كيجي راقي كيجي حنا غير حاول المهم هو تبسطي لنا غير المراحل وحنا كيف قلتي اكيد انه الحاجه اللي كتكون يعني هاد لي غاطو كلاصي سواء الانواع ديال لي غاطو كياخذوا شويه ديال الخدمه ولكن كتبان النتيجه لانه تما كيتباعوا بواحد الثمن الا نقصنا علينا وصايبنا في الدار كتجي يعني النتيجه احسن وهذا يعني شكله يعني غادي تشوفوا في الصوره كيجي الشكل ديالو راقي جدا دونك عندنا في المقادير ديال الكيك عندنا 4 البيضات 100 غرام ديال السكر 100 غرام ديال الدقيق 80 غرام ديال الشوكولا اسود 20 غرام ديال الزبده هذا في مقادير الكيك عندنا في طبقه كتجي مقرمشه قلتي لنا في الكيك 4 البيضات و100 غرام سنيده تفضلي 100 غرام ديال الدقيق 80 غرام ديال الشوكولا اسود 20 غرام ديال الزبده واخا عندنا في الطبقه المقرمشه يعني كتعطينا ديك كتكون كروكونت عندنا 80 غرام ديال الفيوتين ايه عندنا 80 غرام ديال البراليني ايه عندنا في لامونت ديال الشوكولا هذوك جوجهم كيتباعوا باش نذكروا المستمعات سواء الفيتين ولا البخاليني اللي ما بغاش يصايب البخاليني ايه داكوغ عندنا في موس ديال الشوكولا عندنا 4 ديال الصفار ديال البيض عندنا 300 غرام ديال الشوكولا اسود نوع جيد عندنا 40 غرام ديال السكر عندنا 3 معالق كبار ديال الماء عندنا نص لتر ديال الكريمه سائله حلوه دونك الموس ديال الشوكولا عندنا فيها 4 ديال الصفار ديال البيض 300 غرام ديال الشوكولا اسود نوع جيد 40 غرام ديال السكر 3 معالق كبار ديال الماء ونص لتر ديال الكريمه سائله عندنا في الكلاصه الشوكولا كلاصاج ميغوار اللي كيكون هو في الاخر كنغطيو به هذا الكاطو ديالنا عندنا 200 غرام ديال السكر عندنا 70 مليلتر ديال الماء عندنا 70 غرام ديال الكاكاو عندنا 140 مليلتر ديال الكريمه سائله و4 ديال الورق ديال الجيلاتين دونك نعاود مقادير ديال الكلاصاج عندنا 200 غرام ديال السكر عندنا 70 مليلتر ديال الماء عندنا 70 غرام ديال الكاكاو عندنا 140 مليلتر ديال الكريمه سائله و4 ديال الورق ديال الجيلاتين دونك ندوزو للطريقه نبداو بالكيك هو كيف قلتي هاد الكيك رويال بالنسبه لهاد المراحل ما كاينش مراحل كثيره وانما غير المقادير يعني قد ما وجدنا هاد المقادير وحطيناهم قدامنا قد ما غتجينا الطريقه سهله يعني كل طبقه نوجدوا لها المقادير ايوا ونخدموها بوحدها هي تجينا سهله واخا دونك ندوزو للكيك عندنا كندوبو الشوكولا مع الزبده في حمام مائي وممكن نفرقوا البيض البيض على الصفر كنطلعوا البيض البيض كنحاولوا نحتفظوا به كنضربوا صفر البيض مع السكر مزيان وكنزيدوا ليه داك الخليط ديال الشوكولا مع الزبده من بعد ما دات وحنا كنضربوا كنضربوا حنا كنزيدوا بشويه حتى كنكملوا الكميه كامله صافي كنزيد داك البيض البيض كنخلطوا بشويه باش ما ينزلش من بعد كنضيفوا الدقيق ودائما كنخلطوا بشويه صافي كناخذوا واحد المول دائري كان يكون مدهون ومرشوش بالدقيق كنكبوا فيه هذا الخليط ديال الكيك كندخلوه للفران واخا دونك غندوزو للموس الشوكولا كنشدو الشوكولا كندوبوه في حمام مائي كنضربوا الكريمه ونحتفظوا بها في الثلاجه باش ما تنزلش يعني باش تبقى شاده هذا ديالها وكندوزو كناخذوا السكر مع الماء كنديروه فوق البوطه يعني حتى كيغلي بحال السيرو وكنزولوه من فوق البوطه وكنبقاو نضيفو الصفار ديال البيض وحنا كنضربو يعني كنضيفو بشويه بشويه باش ما يطيبش لينا البيض دونك حنا كنضربو حنا كنزيد يعني قطرات من داك الماء حتى كنكملوه من بعد ملي كنكملوه كيبان لينا ان داك الصفار ديال البيض ضاع في الحجم ديالو صافي كنضيفو داك الشوكولا مذوبه وكنخلطو وكنضيفو هذا الخليط على الكريمه اللي ضربنا وكنخلطو بشويه هذه هي لاموس ديال الشوكولا دونك كنجيو لهذيك الطبقه المقرمشه اللي فيها الفيوتين والبراليني كنخلطوهم بجوج كنخلطو الفيوتين مع البراليني كنجيو كناخذو الكيك بعد ما خرجناه يعني وبرد كنقسموه على جوج وكناخذو النص الاول وكنديرو في شي اطار يعني كناخذو الاطار باش ناخذو يدينا كنحكمو فيه اكثر فعلا فوالا كنحكمو فيه وحت كتجي لا فورم ديالو مقيطه فوالا دونك كناخذو داك الاطار كنديرو فيه داك النص التحتاني ديال الكيك وكنديروا ديك الطبقه ديال الفيوتين
مقمشة كنغطيو داك الكيك داك الطبقة ديال الفيتين من بعد كناخدو نص كمية ديال داك موس الشوكولا وكنديروها وكنغطيو بالنص الاخر ديال الكيك كنغطيو بالنص الاخر ديال الكيك كنجيب النص الاخر ديال الكريمة ديال لاموس اللي بقاتينا صافي كندخلو للثلاجة الكونجيلاتور بلوتو يعني حتى كيجمد مزيان دونك ملي كيجمد الكلاصاج كندوزو لهذاك الكلاصاج ميغوار دونك كناخدو الجيلاتين كنديرو الا سمحتي بالنسبه لهذاك الكيك ما كنحتاجوش اننا نسقيه وقيلا مع ولا ممكن اللي بغى حيت فيه الزبده والشوكولا كي ياك ما كنحتاجوش واخا لا انت بالنسبه للطريقه ديالك ما كتسقيش لا ما هنا ما كنسقيش يعني واخا لانه كيشرب ديك الكريمه فوالا حيت الزبده وحتى الزبده والشوكولا اللي فيه كيخليهم يعني ماشي جينواز ما فيها والو مي داك الشوكولاط الزبده كيعطيو داك لا دونك في الكلاصاج كناخذوا الجيلاتين كنديروا في الماء بارد كناخذوا السكر والماء كنديرهم على النار حتى كيغليو كنخليهم يزيد واحد التقيم واحد 3 دقائق ملي يغلي نحيدو التقيم واحد 3 دقائق صافي كنحيدو وكنزيدو عليه داك الكاكاو اللي عندنا وكنخلطو يعني بالزربه حنا كنزيدو داك الكاكاو وكنخلطو بالزربه صافي كناخدو ديك الكريمه كنديروها فوق النار حتى هي حتى كتبدا تغلي وكنزيدو عليها داك الخليط ديال الكاكاو كنبداو نخلطو حتى كيتخلط لينا وكنحيدو كنزيد نصفو دوك الوراق ديال الجيلاتين وكنزيدوهم على داك الخليط وكنحركو مزيان صافي من بعد كنخرجوا داك الكاطو ديالنا كيكون كونجولا كنخرجوا كنحيدوا داك الاطار كنديروا فوق شي شبكه يعني باش نخليو داك الكلاصاج ينزل ندير فوق شي شبكه وكنكبوا عليه داك الكلاصاج كنبداو من الجناب باش يهبط علينا الجناب من بعد كنديروا في الوسط كيتغطى كامل حتى كيتغطى كامل كنخليوه يقطر مزيان صافي كندخلو للثلاجه ولا الكونجيلاتور ياخذ العطا والتزيين كيبقى اختياري اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك خديجه